يقول حصل خلاف كبير بيني وبين زوجي، فقلت له تحرم علي مثل أبي وإخواني وعيالي، فما حكم ذلك وما كفارته؟ أول معنى ليس على المرأة ظهار، وإن ظاهرت فظهارها باطل، لكن هذه الذي عليه جمع من أهل العلم أن هذه يمين ويمين مكفرة. فعلى كل حال فلا تفي بيمينها، لكن عليها كفارة يمين. ودليل ذلك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. فعلى كل حال فيمينها تنحل بالكفارة وتنتهي، وليس عليها غير